اهلا بيكم يا شباب وحلقه جديده من شباب اليوم. النهارده ببرنامجنا حلقه خاصه جدا عن انتصارات حرب اكتوبر المجيده. هنحتفل سوا مش انا وانتوا بس، لا كمان هيكون معانا مواليد نصر اكتوبر 73. هنتعرف على حياتهم ونعرف كمان كل التفاصيل اللي اتعلموها من الانتصار العظيم. يلا بينا نبتدي حلقتنا. ضيوفنا مين النهارده؟ الاستاذ وائل جابر الخبير السياحي، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. وعمار وائل جابر، اهلا بيك يا عمار. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. استاذ وائل كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. ده شهر ميلادك وشهر اكتوبر شهر فرحه لمصر كلها طبعا يعني. بالظبط. كل سنه وانت بخير وسعاده. الله يخليك. طبعا احنا قلنا ان احنا نحتفل بشكل جديد. احنا عايزين نعرف الناس اللي اتولدت في السنة دي والأسرة كلها كانت معبأة بروح النصر والأفكار الإيجابية وكان في طبعا أحلام كتيرة جدا للبلد ابتدت تتحقق ويبقى في شكل جديد لمصر. إزاي ده أثر في تربيته؟ بقوا بيشتغلوا إيه؟ بقوا بيعملوا إيه في الحياة؟ أفكارهم عاملة إزاي؟ هو أكيد طبعا الجيل اللي كان طالع اللي اتولد في أكتوبر بيبقى عنده فيه قوة ان هو يقف قدام اي تحديات تانية. يعني احنا لما مواليد اكتوبر عموما اللي بشوفهم اللي حتى اصحابي اللي بشوفهم وكده بيبقى مفيش عنده رهبة ان هو يدخل في اي مجال جديد، اي حاجة انها تفيد البلد، تفيد ترفع اسمها. يعني دايما بيبقى في اي تحدي قدامنا احنا جاهزين ليه، لان احنا طلعنا ان اهالينا عملوا حاجه قويه فاحنا عايزين نبقى زيهم. ليه هم عملوا الحاجه القويه دي واحنا مش قادرين مش هنقدر نعملها؟ لا بالعكس، ده دي بتبقى قوه كبيره لينا كمان احنا نعملها. القوه دي قدرت تخليها تعبر لعمار؟ اتمنى. اكيد طبعا. هو نتاج مواليد اكتوبر، فيعني يعني انا مواليد اكتوبر فعمار كان على طول بديهم الافكار دي كده، الافكار القوه اللي هي تقف انهم يقفوا بيها قدام الحياه، قدام المصاعب اللي حاصله، قدام اي افكار تقفلهم من الدنيا وكده. فهم ما شاء الله يعني بيستوعبوا بسرعه وبيشوفوا كمان. كان الجيل ده محظوظ علينا شويه ان هو عندهم تولز ثانيه ان هم بيقدروا يشوفوا التفاصيل اللي احنا ما كناش شايفينها واحنا صغيرين. جميل. عمار بابا بيقول ان هو كان من ضمن الاساليب اللي بيربيك عليها في الحياة انك تكون عندك قوة ومهارات الاجتماعية ان انت تتحدى اي صعاب ممكن تواجهك في يوم من الايام. انت حاسس بده؟ انت حاسس انك شخص قوي؟ حاسس ان انت تقدر تواجه؟ حاسس بنفس الاحاسيس اللي بابا بيقولها لك والمفروض ان انت تتربى عليها؟ طبعا. بابا دايما كان بيحكي لي انه جده كان بيشارك اصلا مشارك في الجيش وكان دايما بيودينا البانوراما 6 اكتوبر. هايل. بنشوف تابعنا الاحداث اللي حصلت وكده. يعني انت بتحاول كمان تتعرف عليها سواء بنقراها بنشوفها في فيلم بنزور بانوراما حرب اكتوبر، يعني كل دي معلومات. المعلومات دي على فكره بابا مش بيفرجك كده سياحه يعني. مش فسحه يعني. ليه هدف. هو انا كنت حريص مع اولادي دايما ان انا في اي قعده عائليه مع بعض بنتكلم او اي مناسبه كده بتحصل ان انا اكلمهم عن اكتوبر. الافلام حتى الافلام اللي بنتفرج عليها دايما اول ما يجي حاجه عن اكتوبر تحديدا خطابات للراحل طبعا الله يرحمه الرئيس السادات البطل اللي خلانا ان احنا نعمل حاجه زي كده، دايما كنت بعض خليهم يسمعوها يتفرجوا على طريقه الانتصار دي طبعا يعني كده. اخر حاجه اخذتهم تعالوا بقى ايه عشان تشوفوا كان ايه اللي بيحصل، الحواديت اللي كان بيحكيها لي والدي واهالينا اللي كانوا بيحكوها لنا خليتهم شافوها لما رحنا بقى بانوراما اكتوبر. لان ده اتجاه ان انا ايه مش مجرد ان هم يسمعوا، ان هم برضو يشوفوا الحاجه ايه باقرب شكل كانت موجوده فيه. لازم الجيل ده يطلع منه خبراء سياحه طبيعي. يعني سينا رجعت كامله لينا. ما هي دي كانت اهم حاجه. هو ده المفتاح. اهم حاجه فعلا. ايه المكان الرائع ده؟ يعني هي فعلا مطمع بصراحه. ما هي مطمع ويعني ما حدش سايبنا في حالنا عشان خاطر ان هم عايزين ياخدوها بس مش هيحصل يعني. يعني كل حته فيها ليها جمال. اكيد. وشكل مختلف. اكيد. طابه دي ساحره.
يعني هي السحر نفسه قد ايه عندها جمال وجاذبيه، اللي يشوفها مره يبقى نفسه كل اجازه يبقى فيها ونفسه طبعا. يعيش فيها، واحنا بنبقى منبهرين بكل حته فيها. اكيد شرم الشيخ، شرم الشيخ يعني لازم يبقى فيه عندك احساس ودافع سياحي قوي جدا. أكيد. يعني انا بتهيألي المهنه دي اتشكلت عندك، وحب السياحه اتشكل من يوم ميلادك في شهر اكتوبر، من الكلام على اكتوبر، من الكلام عن نصر اكتوبر العظيم، ان كانت معركه ارض واسترداد للارض والكرامه. فالارض دي شكلها ايه؟ الارض دي جميله قد ايه؟ فمن هنا بقى جت الموهبه السياحيه الرائعه. هنا هو جمال، موضوع جمال الارض في اكتوبر في سينا يعني وكده، ان احنا خدناها طبعا هي كانت ثروه مهدره بالنسبه لينا، من ناحيه ان الارض كان لما كانت محتله وكده فكان في اهدار كبير احنا مش قادرين نستفيد منه حتى داخليا يعني. بعيد عن سينا لو بنتكلم على مصر، باقي مصر كان في تخوف ان حد يجي دوت، طبعا شيء طبيعي لما بلد تكون في حاله حرب او كده، كان الناس في تخوف ان اروح ازورها، يعني انا هروح اعمل ايه؟ أكيد. فكان في ضغط اقتصادي في الجزء ده، ان احنا كانت السياحه عندنا شبه معدومه، يعني من 67 ل 73 احنا البركه بتجهز لحرب، والشعب كان في عنده حق، هي دي ظروف الحرب، يعني هي دي ظروف الحرب انها لازم تأثر. فكان في نوع من الإحباط وكده طبعا دوت، لما حصل التخطيط الجيد اللي كان حصل في الحرب اللي هي تدرس في التاريخ لغاية النهارده يعني في العالم كله، التخطيط ده لما رجعت لما انتصرنا خلاص الحاجة دي رجعت لينا، بدأنا نفوق مرة تانية، يعني احنا كبلد بدأنا القطاع ده نستفيد منه، وان هو لان احنا عندنا تلت آثار العالم، فطبيعي ان احنا لازم نشتغل على ده. فلما كنا مقيدين بالاحتلال اللي كان حاصل في سينا وخلصناه في اكتوبر وعبرنا ومسكنا البلد، بعديها جت الاتفاقية بتاعت كامب ديفيد، ان احنا خدنا باقي سينا واحنا قاعدين بنتكلم بنتفاوض، خلاص كل حاجه بقت تحت ايدينا تاني، رجعنا نشوف جمال سينا، ان احنا نطورها من جديد، نتكلم على طابه التحفه، يعني مكان ساحر جدا زي ما اتفضلتي وقلتي. شرم الشيخ اللي بقت مركز دلوقتي لكل اجتماعات السياسيين في العالم كله بيجوا على هناك، طبعا في غير ده، غير طبعا ان ناس كتير حجوزات على شرم الشيخ مستمره على مدار السنه، مفيش ما عندناش حاجه اسمها سيزون. والله انا معجبه بطريقه كلامك، ان انت كانك حاربت في الحرب، مش اتولدت بعد يعني في يوم النصر. انا عندي خالي توفى في الحرب، كان في القوات الصاعقه. اسمح لنا نسمع الحكايات الخاصه دي جدا بعد الفاصل، ناخد فاصل ونرجع تاني. السياحة وأهميتها وما يترتب على زيادة الدخل القومي للبلاد وأهمية الوعي الأثري والحفاظ على كل مقدرات الوطن وما إلى ذلك من موضوعات من شأنها النهوض في حال توفير العمالة، وأيضا النظام الفندقي وعمليات الإرشادات السياحية، مما يسهل على زائر البلاد أن يتمتع بزيارة يملأها الود والترحاب. سوف تشاهدونه اليوم في شباب اليوم. كنا بنتكلم عن كواليس اللي حصلت يعني في العيله كلها وقت الحرب. عمار عارف حاجه عنها؟ اكيد بحكي على طول، بحكي لهم. بيحكي لك ايه عمار؟ ايه اللي حصل وقت الحرب في عيله بابا؟ هو حكى لي انه خاله شارك في الحرب هناك وتوفى في الحرب. استشهد في الحرب. وانه جد كمان كان في الحرب، اللي هو ابو رجع بالسلام. رجع الحمد لله. الله يرحمه. فقال لك الموضوع كانوا قلقانين عليه ازاي؟ كان في ايه في العيله ساعتها؟ هو كانوا قاعدين في البيت بيبقوا قلقانين على اللي بيشارك في الحرب، مش عارفين هيرجع ولا لا، فكان في قلق يعني. حاصل ده كان انت اتأثرت، حسيت ان انت اتخطفت مننا كده. والله انا بس بفتكر لما كانت والدتي بتحكي لي، يعني لما خالي كان هناك، خالي كان في قوات الصاعقه في حرب اكتوبر، وكان طبعا من الناس اللي كانت في المقدمه يعني في الحرب وكده، وتوفى ازاي برضه. انا فاكر جدي لما كان بيحكي لي ان جاله الخبر ازاي، لما استشهد بدانه مدفع، يعني جابوا له تفاصيل قالوها له كامله، وطبعا ملابسه اللي جات وكده، بس جدي ما كانش بيحكي وهو زعلان، كان بيحكي وهو فخور فرحان ان ابنه راح فدى البلد. دي كانت حاجه كويسه. والدي كان دفاع جوي،
كان طبعا بيحكي لي على حاجات كتير من اللي كانت بتحصل، وكان هو واصحابه ازاي بيكونوا قاعدين مش خايفين من اي حاجه. يعني ايه طبعا قوات الدفاع الجوي طيارات جايه فوقيهم او كده، وهم اللي كانوا مستنيين اي حد يعدي بس عشان خاطر مش هتعدي النهارده كده. ده كان والدي كان بيتكلم بالصيغه دي، ان لا انتم مش هتعدوا الجزء بتاعنا ده، مش هترجعوا لنا، مش هتدخلوا عندنا تاني. ففي كان ما بين حكاوي والدي وحكاوي جدي عن خالي مشاعر حزن وفخر، وحكاوي والدي بقد ايه ان هم كانوا مصممين، وان لا لازم احنا النهارده هننجح، كفايه كفايه اللي احنا كنا فيه، لا احنا النهارده لازم ان احنا نعدي على سينا، ناخد نرجع بلدنا تاني، نرجع ارضنا تاني، لان يمكن احنا من محافظه الشرقيه، بالنسبه عندنا الارض عرض يعني، فلا دي ارضها كانت متاخده لازم ترجع. فده كان الهدف، ده كان المين تارجت في دماغهم، يعني هدفهم الرئيسي لا نرجع الارض، وبعد كده بنشوف هنعمل ده ايه. كل محافظات مصر عندها كان عندها اكيد المبدأ طبعا، ده. اكيد اكيد مصر كلها، ما فيش مصري يعني بيتخلى عن ارضه بسهوله يعني، طبعا اكيد. وكلنا بنخاف عليها، وكلنا لازم ان احنا نقف نحميها يعني. احنا الصف الامامي اللي المفروض ان احنا نكون خط الدفاع الاول قبل اي جهات تانية، قبل اي اجهزه تانية، الشعب هو المفروض هو خط الدفاع الاول يعني. انا كنت دايما بقول الشباب اللي بتقضي وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي مدة طويلة يا عمار اوكي الشباب اللي بتقعد فترة طويلة جدا بتقضي وقت في الشات، ايه المشكلة لما تكتب جملة حلوة عن مكان زورته وتصور صورة كويسة وتشيرها للعالم؟ ايه المشكلة لما يبقى فيه فايدة انا بعملها في اليوم، الفايدة دي ممكن تأثر ولو تأثير بسيط في تنشيط السياحة مثلا، هو ده اللي حصل. تصرف إيجابي أو موقف شفته في الشارع وانت رصدته واتكلمت عنه كلمتين، يعني ايه المشكلة ان احنا نعمل ده واحنا حاسين هو ان احنا بنقدم حاجة؟ اوريدي انا بتابع الاسلوب دوت مع ولادي، اي مكان بيروحوه اوريدي على طول لازم الصور أي فيديوهات، موقع من مواقع اي موقع التواصل في مصر، الاجتماعي وأي مكان بيزوروه اي مكان بيورونا حلاوته. على طول بيصوروه وينزلوه يعني. طبعا بيكونوا فرحانين ان هم بيزوروا المكان ده، من جماله، من مدى التطور اللي احنا فيه دلوقتي عن سنين فاتت كتير يعني كده. فهم عايزين يوروا برضو العالم كله ان لا إن احنا مصر جميلة مصر ده يعني، مش مصر جميلة بس، ده انتوا لو ما جيتوش انتوا هتخسروا، أكيد هتخسروا انكم تشوفوا الجمال الموجود عندنا ده كده يعني، بلاد كتير قوي عندها عشر اللي عندنا من جمال، وبيستغلوه صح. وبيبقى الموضوع تسويق، إن تحس إن حصل الشعب كله عنده ثقافة تسويق للسياحة، فمن هنا بيبقى في بوابة مهمة جدا لوجود سياح أكتر عندنا في أكيد البلد. الحمد لله احنا دلوقتي مستقرين، الحمد لله عندنا من الأفواج السياحية الخارجية، الحمد لله احنا وعندنا دلوقتي كمان حاجة إن احنا بقى عندنا سياحة داخلية كويسة، ده حصل. يعني بقت الناس تفكر إنها يعني تزور أماكن جديدة هي ما شافتهاش. هو الحاصل دلوقتي فعلا في مصر ان الناس كتير جدا الاماكن اللي ما اتشافتش قبل كده، السياحه الداخليه غطت، حتى ايام كان حصل فيه دروب عندنا في السياحه، بس السياحه الداخليه عوضت ده كله، لان المصريين لا احنا طب احنا اولى من الغريب ان احنا نروح نشوف بلدنا، نشوف الاماكن ما كناش بنشوفها، سانت كاترين، الناس ما كانتش قادره تروح لشرم، لطابه، الغردقه، الاماكن اللي هي كانت صغيره، واحد سيوه، أماكن حلوة قوي. يعني ناس كتير ما كانتش تعرف الحاجات دي، فلا احنا بنروح نشوفها، احنا اولى ان احنا نكون على درايه بتاريخ بلدنا دوت وبالجمال اللي موجود عندنا. احنا عندنا البحر الاحمر والبحر المتوسط فيهم اماكن ساحره لسه، حتى الدوله بتحاول ان هي تطور فيهم اكتر علشان خاطر انها تكون جذب سياحي اعلى. انت عشان تحب حد قوي لازم تقرب منه قوي اكيد وتفهمه اكيد وتتعرف عليه، فاحنا محتاجين نتعرف على بلدنا بشكل كبير، ان لازم احنا لازم نقرب نزور لها كل الاماكن حتى الاماكن الاثريه اللي موجوده اكيد جنبنا، اكيد يعني موجوده في الحسين القاهره ومحمد جنبنا، خليلي احنا لازم ان والمعز احنا يبقى في رحله جميله كده ونروح نزورها ونتكلم عليها ونشوف البيوت القديمه دي كانت معموله ازاي وافكار المصريين زمان هو كانت ازاي. احنا في حتى على يعني على اطار العيله نفسه، لما بنيجي بنخرج في الويكند فبنرتب احنا وخالات الولاد وعمامه وكده، يعني هنطلع فين النهارده؟ طب هنروح نصرف الحسين، او نروح بيت السحيمي مثلا، نروح نقعد هناك شويه، أماكن سياحية مختلفة شارع والأماكن المعز، الأثرية اكيد المهمة عندنا.
عمار بابا خبير سياحي واكيد طول النهار والليل بيكلمكم عن الاماكن السياحيه والاحواج السياحيه ونشاط السياحي اللي موجود، وانت متاثر بده عايز تشتغل مع بابا او تشتغل في نفس المجال ولا لا؟ انا اعيش في جلباب ابي. لا هو انا عايز هندسه مش عايز سياحه. عايز هندسه. هو دماغه في حاجه تانية يعني، هو بيفكر في هندسه طيران يعني كيف، فهو بقى هندسه طيران. طب ليه مختار المجال ده بالذات؟ يعني انا بحب الطيران وبحب عموما الميكانيكا، فعجباني هندسه الطيران. ان شاء الله تبقى مبدع فيها وتقدر ان انت تحقق حلمك زي ما انت عايز. انا مبسوطه ان في البيت عندكم في كلام كتير عن السياحه في مصر، في كلام كتير عن الحرب، في كلام كتير عن الحياه كانت موجوده زمان ازاي وروح الانتماء والحب والحماس، ودلوقتي ازاي في شباب كتير قوي في سنك متهمين انهم ما عندهمش انتماء قوي، انهم دايما يفكروا بس ان احنا عايزين نسيب مصر نهاجر، لا مش او افكار اللي هي ما فيهاش الترابط والتلاحم حتى بين الاسره الواحده والعيله الواحده. انت حاسس بده ولا وجودك مع بابا وهو من مواليد شهر النصر كان مختلف؟ لا طبعا كان مختلف. بابا دايما بيودينا اماكن في مصر نشوفها بننبهر بيها. مرة رحنا مثلا المتحف المصري كان حلو قوي، شفنا الموميا ومش عارف ايه الحاجات الاثريه. ما هو لازم اعرفها مع تاريخ الكنوز المصريه، لازم اعرفها مع تاريخ البلد، خصوصا ان ساعات بيحصل فيه شبه في ناس عندها غرض انها تحاول تشوه صوره البلد، فلازم هم يصححوها. يعني احنا ايه، يعني احنا تبقى على طول عندك المعلومه الصح. انا عندي المعلومه الصح. يعني انت حد يجي يتكلم لا رد على طول، انت طب انت مش زرت المكان دوت فرد انت، فهو ساعتها يكون جاهز ان هو يرد. خصوصا مثلا لو نتكلم عن اكتوبر تحديدا، يعني كمان ان كان في كل سنه مع بالتزامن مع احتفالات اكتوبر بيحصل على السوشيال ميديا حاله بتضايق الواحد، ان بتلاقي ناس تتكلم ان ده ما كانش انتصار، ان ده ما كانش، بيحاولوا يحبطوا من العزيمه بتاعتنا. فلازم نقف ان احنا نصدهم، فبنصدهم بكل وسائل، وفي الاخر هي يومين وما بيقدروش ياخدوا معانا حق ولا باطل كالعاده. يعني لا ازاي انتصار ابهر العالم أكيد كله طبعًا وصدم أكيد العالم كله اكيد، ما انا لازم بالبراهين والادله على مدار دلوقتي كل السنين، ما فيهاش كلام اكيد طبعا اكيد ما فيهاش كلام خالص أكيد. يعني ما حدش يقدر يكسرها. احنا هنروح فاصل وهنرجع مره ثانيه. عمار ثالثه ثانوي وقربت على تحقيق حلمك ان شاء الله. ان شاء الله. من كلامك انك عايز تبقى تضيف للعلم زي ما احنا قلنا، عايز تبتكر شيء جديد. كل ده عايز اليات كتيره قوي، وعايز كمان احساس ان نفسك يبقى طويل شويه، يعني ما تزهقش بسرعه. يعني حتى كل المخترعين اللي فعلا اضافوا لينا كل المعلومات وكل النظريات اللي احنا عايشين بيها الى الان، كان عندك تجارب كتير قوي غير ناجحه ثم تجربه عظيمه قدرت انها تدينا يعني شكل الحياه يبقى عامل ازاي. فانت مستعد لده وعندك الدعم النفسي لده؟ لان في كتير بيقولوا الشباب نفسهم قصير، عايزين كل حاجه سهله، الحياه بقت سهله قوي فعشان كده مش عايزين يتعبوا في حاجه. رايك ايه؟ لا هو الشباب مش نفسه قصير خالص. يعني انا الايام دي ابدا اخد كورسز في حوار الهندسه وكده علشان ادخل على الجامعه اكون فاهم انا هدخل على ايه. بتحضر نفسك؟ انا جاهز بالظبط. وبعد الجامعه؟ وبعد الجامعه ان شاء الله هشوف بقى شغلي، يعني هشوف الشركات هتاخدني ولا هتاخدني. لا انت عايز حاجه سهله بقى. لا انا لسه بقول. لا ان شاء الله احنا بنوفر له كل التولز دلوقتي عشان خاطر يطلع يلاقي نفسه فعلا، انه يبقى عنده سيره ذاتيه جيده ويبقى عنده استعداد. يبقى عنده استعداد. انت افضل حاجه بجد مأكد عليها ان انا بستعد بالعلم، ان انا اخد كورسات، ان انا ابقى على طول فاهم الحياه ماشيه ازاي في المجال اللي انا عايزه، مش بس عايزه اشتغل حاجه كبيره وانا ما عنديش عندها معلومات. اكيد. خصوصا المعلومات متوفره قوي كمان على شبكه الانترنت، ومتوفره ان انت تقدر تاخد اي حاجه اونلاين كمان حتى لو انت مش هتبقى متواجد في نفس الكورس. اصحابك عندهم نفس الافكار؟ مش كلهم. لا مش كده. مش كله. طيب تاثيرك عليهم بقى، يعني ورينا بقى الشخصيه تاثيرك عليهم. انا بقعد اتكلم معاهم واقنع فيهم ومحدش سامع خالص.
في كل واحد وفكره بالظبط. كل واحد في افكار مختلفه لكن في النهايه لازم يجمعنا حب الوطن ولازم يجمعنا فكر واحد ان احنا هنغير للافضل دايما وان احنا بالعلم اهم حاجه العلم طول ما احنا نمتلك العلم نمتلك كل سبل الحياه يعني محتاجين نفك طلاسم الكون باننا دايما نتعلم ويبقى عندنا سباق في البحث العلمي وخصوصا ان احنا عندنا التاريخ بتاعنا وحضارتنا كلها هي فيها كل الطلاسم بتاعت العلم لغايه النهارده الحضاره بتاعتنا لغايه النهارده كل يوم العلم بيكتشف حاجه جديده كانت موجوده احنا سابقا. كنا بنعمله زمان اللي احنا كمصريين انا بشكرك جدا استاذ وائل جابر الخبير السياحي كل سنه وانت طيب وخير وبشكرك يا عمار وائل جابر يا رب المره الجايه في لقاء معاك تبقى فعلا قدرت تحقق كل احلامك شكرا ليك. شكرا ليكم يا شباب واشوفكم على خير في حلقه جديده من شباب اليوم الى اللقاء